السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الابتدائي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول يونت 11 الوحدة 11 at the toy store في متجر الألعاب. يلا بينا مع بعض. بسم الرحمن الرحيم وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفوكاب اللي معانا النهاردة في lesson 1 هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن toys ألعاب، ألعاب تبقى ألعاب الأطفال اسمها تويز. عندي هنا كايت، كايت اللي هي الطيارة الورقية، روبوت، روبوت اللي هو الإنسان الآلي، تيدي بير، تيدي بير اللي هو دب الدمية، عندي دول اللي هي الدمية أو العروسة، العروسة اللعبة، عندي هنا بالون، بالون اللي هو البالونة. هيبدأ يوصف لي هنا adjectives صفات، فبيوصف لي هنا إن الصورة دي هو إن بيشاور لي على بالسهم على الصورة هنا ان ده tall اطول من التاني يبقى tall. طب عندي هنا ده short قصير، انا باخد الصفات بس، يبقى هنا tall ده tall، هنا ده short، هنا دي small صغيرة، هنا big كبيرة في الحجم. طب تعالوا كمان نبدأ نشوف الالوان نفتكرها. عندي blue ازرق، red احمر، orange orange برتقالي، يلو أصفر، بلاك أسود، جرين أخضر، وايت أبيض، براون بني، جراي رمادي. تعال نشوف مع بعض الحدوتة دي بتحكي عن إيه بقى اللي احنا هنبدأ نتناولها. زي ما انتوا شايفين هما في متجر الألعاب، فهنا هاني بيقول this is a big blue kite it's beautiful، إيه طيارة ورقية كبيرة قوي ولونها أزرق وجميلة. فهنا قالت له that is a small red robot that is a small red robot it's great، ده عظيم، حاجة عظيمة، إنسان آلي لونه أحمر ورائع. طيب هنا إيه الأم قالت لهم you are happy in the toy store، أنتم مبسوطين في متجر الألعاب. تعالوا بقى نبدأ نتكلم على اللي هم كانوا بيقولوا دلوقتي. كانوا مجموعهم يوصفوا الأشياء، كانوا بيوصفوا أشياء إيه؟ أشياء مفرد. لما يقولوا على شيء مفرد بيوصفوه إزاي؟ قالوا it is a أو this is a، يبقى بوصف الشيء المفرد لإما بقول it is a إنه يكون، وبعد كده أقول حجمه ولونه زي ما هنا وهاني عملوا، أو أقول this is a وأقول حجم برضو واللون، يبقى الحجم واللون ترتيبهم كده الحجم وبعدين اللون، بس في الأول بقول لإما it is a أو this is a. تعالوا نشوف مثال. It is a tall، ده الحجم، وبعدين green اللون دول، يبقى هنا ايه دمية طويلة ولونها اخضر، size وبعدين ايه color، وبعدين بذكر اسم الشيء. فانا بعمل ايه اكثر لما يكون عندي اكتر من صفة برتبهم كده size الحجم وبعدين color وبعدين اقول اسم الشيء. نشوف المثال this is a short black teddy bear، يبقى ده دب ايه دمية قصير ولونه ايه اسود. تعالوا بقى نشوف lesson 2 الدرس الثاني، برضو بيجيب لي هنا ازاي اتعرف على الاشياء القريبة والبعيدة. قال لي لو شيء قريب هقول ايه this is، this is اسم اشارة بشاور بيه بقول هذا او هذه، بس ايه حاجة قريبة مني ومفرد، يعني مفرد يعني حاجة واحدة، يبقى هنا this is a big blue kite حاجة واحدة، فبقول انها this is a big blue kite. طب لو انا عايز اقول حاجة بعيدة عني فبقول ايه that is، لكن لو حاجة قريبة مني انا ماسكاها او قدامي يبقى this is، حاجة بعيدة بقول that is، that is، that is اهي والاختصار بتاعها that's، that's هي that is واختصارها that's. طيب المثال هنا بيقول that is a small red robot، that is بعيدة عنها فبتشاور that is a small red robot. lesson 3 الدرس الثالث جزئية فونكس صوتيات، بيقول لي هنا ان الاي لما تيجي مع الاي وما بينهم حرف كونسونانت، حرف من حروف الانجليش تاني غير الحروف المتحركة، الاي والاي حروف متحركة، لو جه ما بينهم حرف ساكن من الحروف الانجليش بقى بيتنطق ايه اي اي. تعال نشوف كده 5 5، رايت رايت، طبعا الاي في الاخر ما بتتنطقش وبتنطق ايه لاين لاين، الاي هنا اتنطق كاني بقول ايه اي، والاي هنا خلاص ايه مشت، بس هي عرفتني اللي انا هنطق مادام هنا في اي وفي هنا اي عرفت اللي انا هنطق الصوت ايه اي اي اللي هو الاي اي اي اي. طيب هنا 9
ناين تايم تايم. طب لما يكون انا عندي هنا بقى ايه اي واي جنب بعض، هنا جنب بعض هيتنطق برضو اي اي. خدوا بالكم انا عندي هنا الساوند الصوت اي لما بيبقى فيه اي واي بعيد عن بعض او فاصل ما بينهم صوت ساكن او حرف ساكن، وهنا الاي والاي جنب بعض او في الاخر واي. تعالوا كده كلهم بيتنطق اي. فرايز فرايز بايا بايا. طيب امال اللي اخرها واي هتبقى برضو فلاي فلاي اتنطقت اي. ها ماي ماي. ليسون 4 الدرس الرابع بيتكلم عن لايف سكيلز مهارات حياتيه. طيب هاو ار يو هاو ار يو هاو ار يو كيف حالك، بسال عنك بتعاطف معاك فبشوف حالك ايه، لان الرد هيبقى فاين بخير زي ما انتم شايفين فاين، او هابي سعيد، او ساد حزين، او انجري غضبان. تاني فاين بخير، هابي سعيد، ساد حزين، انجري غضبان. يبقى بسال بقول ايه هاو ار يو هاو ار يو هاو ار يو اللي هي هاو ار يو كيف حالك. اما تقول ايم فاين او ايم هابي او ايم ساد او ايم انجري. طب امال هنا هاو دو يو فيل، انت بتشعر بايه؟ هاو دو يو فيل هنا مدينا المثال جايب ان الوش زعلان فبيقول يور جراند ماذر جدتك از نوت ويل مش بخير، يبقى هي ايه عندها صداع كده او حاجه تعباها. ليسون 5 بدا بيتكلم عن ماي فيفرت توي لعبتي المفضله ماي فيفرت توي. طيب ازاي بقى ديسكرايبنج يور فيفرت توي، ازاي اوصف اللعبه المفضله عندي، بوصفها ازاي؟ هقول ماي فيفرت توي لعبتي المفضله از بتكون، نقول اسم اللعبه يبقى ماي فيفرت توي از ماي فيفرت توي از لعبتي المفضله بتكون، واذكر اسمها او اقول ات از انها تكون واقول اسمها او اوصف فيها. تعالوا نشوف المثال عشان نفهم اكتر. هاي اي ام كريم، انا اسمي كريم. ماي فيفرت توي از ا روبوت، اهو ماسكه في ايده، يبقى انا لعبتي المفضله هي الانسان الالي. ات از ايه ببدا اوصفه، ات از بيج اند بلو، ده كبير ولونه ايه ازرق بيج اند بلو. طيب هنا تعالوا نشوف كمان مثال كمان عشان ناكد هي بتهنا ايه بترسم. فهلا هيلو اي ام ندى، انا اسمي ندى. ماي فيفرت توي از ا بورد، لعبتي المفضله هي السبوره. اتس سمول، بوصف اللعبه اتس سمول اند جرين، يبقى بوصف الحجم السايز وبعدين بوصف الكلر. طيب هنا هاي اي ام فريده، ماي فيفرت توي لعبتي المفضله از ا دول، هي العروسه اللعبه. اتس سمول، هي صغيره. ليسون 6 بيتكلم عن تكنولوجيكال اويرنسز، الوعي التكنولوجي. يعني ايه؟ يعني عايزين نبقى عندنا كلمات تكنولوجيه كده نعرفها. ديجيتال تكنولوجي، التكنولوجيا الرقميه اسمها ديجيتال تكنولوجي، اللي بقت محاطين بيها كلنا دلوقتي. اولها الموبايل، تعالوا كده نشوف الاسامي الحاجات دي بقى. عندي هنا الكاميرا اسمها كاميرا كاميرا، عندي الهاتف المحمول اسمه سيلفون سيلفون سيلفون. طيب عندي التابلت اسمه تابلت تابلت، كمبيوتر كمبيوتر، حاسب الآلي اسمه كمبيوتر. عندي كيبورد كيبورد، لوحة المفاتيح. عندي فيديو جيم اللي هي ألعاب الفيديو فيديو جيم. عندي ماوس اللي هي الفارة. عندي انترنت اللي هو الانترنت انترنت. طيب عندي اي سي تي اللي هي develop and understanding of digital technology، اللي هو تطور في فهم التكنولوجيا الرقمية. فهنا describing a digital device، هبدأ أوصف جهاز إلكتروني. أما أوصف جهاز إلكتروني هقول إيه؟ I like، أنا أحب، بقول اسم جهاز أول أنا بحب أستخدمه، وبعدين I use it for أو I use it to. يبقى I like وبذكر اسم الجهاز، وبعدين I use it بستخدمه for، بستخدمه لي إيه، أو أقول I use it to أو بستخدمه لكي أعمل إيه. تعالوا نشوف المثال. رامي I like my tablet، بيحب التابلت بتاعه، يبقى بيقول إيه I like my tablet. Sometimes أحيانا I use it for my English homework، بستخدمه لواجب الإنجليزي بتاعي. طب تعالوا نشوف هنا. روبا بتقول I like my cell phone، I use it to talk to my grandmother، بستخدمه عشان أتكلم مع جدتي. طبعا أنا حاطة هنا إيه I use it في دايره كده او في مستطيل عشان دي بتتحفظ مهمه
برضو I like my برضو مهمة بنحفظها. وسيلفون بقى دي ممكن نغيرها نكتب أي حاجة تانية، to talk to بعدها أي حاجة ممكن نغيرها، أو to talk to my مثلا mother أو to my father وهكذا. طيب بكده نكون خلصنا معاكم الوحدة الـ11. دمتم في أمان الله.